العلاقة ما بين مصر وشقيقتها والشقيقات ومصر أيضا، العلاقة اللي مش مبنية على المصلحة، العلاقة اللي مبنية على الفخر المتبادل والفرحة المتبادلة، هكذا تكون العلاقة ما بين الأشقاء. العلاقة ما بين الحلفاء والشركاء حاجة تانية، أما الأشقاء فيفرحوا بنجاح بعض، يساعدوا بعض، يقفوا جنب بعض في الضراء قبل السراء. هتلاقي أنه على سبيل المثال رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية الدكتورة مريم محمد مطر بتشيد بمشروع الجينوم المرجعي، خد بالك، لقدماء المصريين، وهذا مشروع مهم جدا. فتشوف فرحة إخواننا في الإمارات عاملة إزاي، تشوف فرحة الأطباء والعلماء وما إلى ذلك، وكأن ما يحدث في القاهرة يحدث في أبو ظبي. وبالمناسبة لما يحصل حاجة حلوة وإنجاز في أبو ظبي تلاقينا في القاهرة فرحانين، كذا الحال والله، حاجة حصلت حلوة في الرياض تلاقينا في القاهرة فرحانين، حصلت حاجة كبيرة في مصر في القاهرة كما جرت العادة هتلاقي إخواننا في الرياض فرحانين، هكذا في كل الدول العربية. وزي ما بقول لكم هي دي طبيعة العلاقة اللي احنا كبرنا عليها وتعودنا عليها، ونتمنى أن الأجيال الجاية من أولادنا وأحفادنا هم كمان يكبروا بنفس الطريقة. دكتور مريم محمد مطر مؤسس ورئيس مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية والتابع لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، أهلا بك يا دكتور مريم. حياكم الله ومساكم الله بكل خير كل أهلنا في مصر الجديدة. ربنا يخليك يا رب. خلينا يعني نعرف إيه حكاية منك بقى المرة دي، يعني وأكيد هيسمعنا أهالينا في الإمارات ويسمعنا أهالينا في مصر بل وأهالينا في كل المنطقة العربية على مشروع الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، سر فرحة وفخر دكتور مريم بهذا المشروع. بداية يعني أنا اليوم ما بزيد على الكلام اللي دوم شيوخنا يقولونه، يعني ما ننسى فضل مصر علينا. المصريين يوني لما ما كان عندنا بعد بترول علمونا وعلمونا نفتح القلم، وحقيقة يعني اليوم ما شاء الله بفضل من الله الحدث اللي صار ويوافق إكسبو دبي 2020. نعم. ومثل ما تعرفون هذا المعرض الدولي له شهرة عالمية كونه منصة دولية ضخمة للإعلان عن أكبر الاكتشافات العلمية والبحثية، وإحنا بكل فخر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ممثلة في أكاديمية البحث العلمي بشراكة معانا في مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية، وبحضور ورعاية وحضور شخصيا رئيس الشيخ الهيان بن مبارك اللي هو وزير التسامح والتعايش والرئيس الأعلى للمركز، تم إعلان واحدة من أكبر المشاريع العلمية في الوطن العربي. وإحنا اليوم لما نتكلم عن الخارطة الجينية للمصريين وقدماء المصريين بكل بساطة نتكلم عن بعد علمي يعنى بالبشرية والإنسانية، بما له اليوم إحنا نعرف ما شاء الله مصر تاريخها يمتد إلى 7000 سنة. مجرد هذا الكشف اللي له أبعاد علمية كبيرة بيعرفنا على تغيرات بيئية وكيف جسم الإنسان المصري قدر يتأقلم معها، وهذا نفسه بيفتح لنا أبواب للمعرفة واستنتاج كيف سيكون الوضع في المستقبل. واليوم لما نتكلم عن الخارطة الجينية للمصريين المصريين القدماء، احنا نعرف يعني اليوم خاصة الحدث أخوي يوسف أنه كان بحضور يعني حدث دسم جدا، كان بحضور أستاذنا البروفيسور الدكتور إسماعيل سراج الدين ودكتور مجدي يعقوب، وكان بحضور دكتور هشام، وطبعا اللواء الطبيب خالد عامر. ولما عرضوا علينا وعلى الناس الجمهور وكان البث مباشر يعني الخطة التنفيذية للمشروع، اليوم ما جايين يتكلمون عن مشروع راح يكون، يعني اليوم يتكلمون عن واقع، عن مركز موجود، عن خطط عملية كسبنا فيها كثير من الخبرات البسيطة اللي دول خلينا نقول الدول الأوروبية والأمريكية سبقتنا في الخارطة الجينية، ولكن احنا بنسويها في وقت أسرع وبنتجارف كثير من العثرات اللي لا إرادي كانوا هم وقعوا فيها. والأجمل من ذلك التعاون الكبير، يعني أغلب
الخرائط الجينية اللي صارت في الدول الأوروبية في أمريكا كانت لبشر عايشين. إحنا اليوم نتكلم عن خارطة جينية للقدماء المصريين، وخاصة هذا له بعد كبير في تطبيق الوراثة الدوائية وكذلك تنمية العلوم الطبية بشكل كبير في علم فوق الجينات. عظيم جدا. طب دكتور مريم، يمكن أنا هنا بتساءل يعني وأعذريني لو ما كانش عندي المعلومة، هل ده أول تعاون بحثي وعلمي ما بين جهات مصرية وجهات إماراتية؟ وإن لم يكن كذلك، هل نتوقع المزيد من البحث؟ أنا أعلم جيدا وعلى اطلاع جيد الحقيقة بحجم الاهتمام لدى إخواتنا لديكم في الإمارات بالبحث العلمي، وكذا الحال بطبيعة الحال مصر طول الوقت، لكن هل كان هذا هو أول تعاون ما بين البلدين في بحث بهذا الحجم؟ لا ما شاء الله، التعاون احنا صار لنا تعاون من زمان، يعني من 2016 بدينا التعاون مع جامعة عين شمس، ونتكلم اليوم عن مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية، واحنا عندنا شراكة بحثية موثقة مع جامعة هارفارد، أوكسفورد، الجامعة الإمبريالية في لبنان، جامعة ياماغوتشي في اليابان، ولكن اللي ميز هاي الشراكة في هذا المشروع اليوم بوجود دكتور اسماعيل سراج الدين، خاصة من حيث القيم الأخلاقية المتعلقة بالدراسات الجينية. كل الدراسات السابقة تبنينا فيها القواعد الأخلاقية اللي حطوها الدول الأوروبية، ولكن اليوم بوجود كوادر مثل بروفيسور اسماعيل سراج الدين اللي يبني لنا هاي القواعد الأخلاقية المبنية بشكل مباشر بما يتلائم مع ظروف وخصوصية مجتمعاتنا. وتخيل هذا الكم الكبير من المعلومة العلمية الدسمة كيف بيكون سهل تطبيقها في باقي الدول العربية. وأخص هني بالذكر يعني اليوم إحنا كمركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية عندنا تجربة متواضعة بديناها في 2011، حيث إن إحنا سوينا بحث مسح مجتمعي على 11,288 إماراتي وإماراتية من عمر 18 لين عمر 28، وبدينا نكتشف اكثر الامراض الوراثيه انتشارا لدى سكان دوله الامارات في هذا العمر. أيوة. وتخيل اخوي يعني اليوم احنا في 2002 اخوي يوسف، لما في 2004 كان كل يوم يولد في دوله الامارات طفل مصاب بمرض الثلاسيميا. اليوم احنا نتكلم عن 2012 واخر طفل أن ولد مصاب بهذا المرض في دولة الإمارات العربية المتحدة كان في 2017. يعني شوف النفاق، فترة صغيرة طبعا. قدرنا بتعاون الناس أن احنا نحاول نقلل إصابة الناس بهذا المرض من واحد بالأسبوع إلى اليوم واحد في السنتين أخوي. صحيح. فبالتالي هذه التجربة المتواضعة، واليوم حتى تجربتنا المتواضعة هذه تم اعتمادها كأفضل خمس ممارسات دولية بتفعيل دور المجتمع المدني لإنشاء وتنفيذ مشاريع وسياسات وطنية. فبالتالي هذا التبادل العلمي بيننا وبين قمم مثل يعني مثل أكاديمية البحث العلمي، هذا نفسه شرف لنا احنا في مركز الشيخ زايد للأبحاث الدينية. يا ستي أنا مش عارف أقولك إيه والله، ألف شكر على كلامك وعلى ذوقك، شكرا جدا كمان على قبول المكالمة، أشكرك جدا، زمان سعيد جدا وأنت دائما وأنت تتحدثين تقولي أخويا يوسف، أشكرك يعني ده شرف ليا الحقيقة يعني، بالنسبة لأختي الأصغر مني برضو اسمها مريم، أختي الشقيقة يعني. شكرا ليكي دكتور مريم محمد مطر، مؤسس ورئيس مركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية التابع لجمعية الإمارات للأمراض الجينية. وبالمناسبة الحاجات اللي زي كده بتلفت نظري جدا، فيمكن في يوم من الايام يسعدني الحظ واطلع على هناك نصور من جوه المركز ونشوف هذه المناره العلميه البحثيه المتميزه في دوله الامارات وحاجات زي كده. الحاجات دي بالنسبه لي يعني يقول لك ايه، الخير يعم علينا جميعا كاشقاء عرب.